اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من قناة اتش تي ام فوتوغرافي. فيديو النهاردة هنتكلم عن ستاند مهم جدا جدا لمصورين البورتريت ومصورين البرودكتس. هو مش ده انا حطه دلوقتي علشان انا عملت على ده فيديو مهم جدا، وده ستاند مهم جدا جدا، لكن في عيب هقول لكم عليه دلوقتي وايه الحل وايه افضل منه، ايه الافضل من ده. اولا الستاند ده من الستاندات التوب، خصوصا لو بتصور في اوتدور وفي هوا، مثلا بتصور على البحر وفي هوا. ميزه الستاند ده ان الجزء اللي بيركب عليه الهيد خشن مش ناعم، فالهيد مع الهوا مش هتقعد تلف. شوفوا الفيديو ده انا كنت عامل عليه ريفيو، هسيبه لكم في حرف الاي وفي صندوق الوصف، راجعوا الستاند ده من احلى الستاندات. لكن انا مع الاستخدام والتجربه طويله قوي لقيت ان ده يعني في عيب، يعني ما عرفتش اتغلب عليه. تعالوا نراجع مع بعض ايه هو العيب ده. طيب انا لو بصور بالستاند ده منتج وحطت عليه امبريلا او ديب اوكتا 70 زي اللي راكبه دي، محتاج اطلع بيه قد ايه علشان اعرف اصور البرودكت؟ تعالوا نشوف كده. انا كده جبت اخره، شوفوا بينزل، فانا محتاج ان انا كمان اقصر من هنا شوية علشان ما يملش. محتاج ارفع دي كمان شوية، عشان ما يملش. تمام. اظبطه بس من فوق، من هنا من الهيد نفسه، طلع الهيد شوية كده مستقيمة، نرفعه بقى على الآخر. ده آخره كده خلاص. فلو بصور برودكت على ترابيزة اوكي بالنسبة لي كده ارتفاع مش وحش، لو انا واقف مثلا كده وبصور هنا برودكت ده كده ارتفاع مش وحش، وبعد الاوكتا عن العمود برضو مش وحش للمنتج. طيب لو في موديل صغيرة بتتصور كده واقفة او قاعدة على كرسي، مش هصور بالوضع ده، هعمل ايه هنا؟ هروح رافع الارم رفعه وظابط الهيد ازاي؟ يعني خلينا ننزله واظبطه وبعدين ارفعه. طيب هروح رافع دي لفوق بالشكل ده ومنزل الهيد على اخرها، يعني كده كده ده اخرها، واربط عليها بالشكل ده وارفع بقى الستاند لفوق، ده اخره خلاص، ده كده اخره. طيب هل ده ينفع موديل يقف تحته؟ ما ينفعش، ده كده خلاص اخره. شفتوا بينزل ازاي؟ عايز يتقرط عليه جامد. ودي كمان.
فما ينفعش للمودلز وهي واقفين وهم واقفين وهم قاعدين ممكن وهم قاعدين ممكن لكن كده مستحيل ده كده آخره خلاص. وقرب قربت للعمود يعني أنا قريب للعمود في الإيديت صعب صعب إنك تقعد تعمل إيديت ده مستحيل. إيه الإضاءة قوتها هتبقى عامل إزاي على الراس وهي قاعدة الموديل وصغيرة أوكي ف ده ما ينفعش في الجزئية دي يعني. تعالوا بقى أوريكم الأفضل منه واللي هو الهاي إند اللي مفيش من بعده والتوب في الستاندات. طيب هو ده الأفضل والأحسن والأقوى والأعلى في الستاندات لكل أنواع التصوير. ده التوب الهاي إند جودوكس سي ستاند with arm 270 سي اس رقم موديله 270 سي اس هو ده الستاند ورقم الستاند من جودوكس من جودوكس سيلفر. طيب موديله ان هو 270 سي اس يرمز برضو لان ارتفاع الستاند ده 270 سنتي و 10 كيلو و بيقلب طبعا 95 درجة زي التاني ولكن اعلى 270 سنتي ارتفاع وكمان رجله طولها 120 سنتي. انا قلت 10 كيلو هو مش وزنه 10 كيلو هو بيتحمل هيد لغاية 10 كيلو او وزن لغاية 10 كيلو بيتحمل وزن هو وزنه 6 كيلو تمام. هسيب لكم موديله في صندوق الوصف تحت وممكن اشوف لكم لينك برضو له بس هو من جودوكس. اي موقع هتخش عليه تكتب جودوكس سي ستاند with arm 270 CS هيطلع لك على طول على طول الموديل ده. خلوا بالكم ان في موديل تاني سي ستاند ولونه سيلفر برضو وارخص في السعر بحوالي حاجة بسيطة يعني لكن اضعف ما هوش الكواليتي العالية فانتوا خليكم في الجودوكس. جودوكس هي ما عندهاش غير موديل واحد اللي هو 270 CS في موديلات تانية ماركات تانية ونفس الشكل لكن كواليتي اقل فده افضل واحد. انا مش بقول لك اشتري ده ولا بعمل اعلان عن جودوكس ابدا. انا ده انا اشتريته وعايز اقول لكم على ان ده الافضل لان وريتكم العيب اللي واجهني وانا بصور موديل فمعرفتش اصور معرفتش استعمله فانا مش بقول لكم اشتروه انا بقول لكم بس ده الافضل تمام وانا اشتريته اوريدي. طيب تعالوا نفتحه مع بعض ونفرده ونشوف ازاي هو احسن ليه احسن. اوكي طيب انا هركبه وارجع لكم تاني على طول اوكي هياخد معايا شويه وقت. طيب انا لقيت انه افضل ان انا اوريكم برضو طريقه تركيبه لانه هو سهل زي ما انتم شايفين كده. دي الجزء جاي متركب اوريدي ده الرجلين بتاعته فبتتعمل بالشكل ده كده ودي كده زي ما شفتوا وبعدين
العمود الأساسي بيركب هنا، هنركبه دلوقتي و يجي معاه هنا الجزء اللي بيركب فيه. فيها جزئين بس انا مش عارف ده، هادي واحد وده التاني، هو معهوش كتالوج للاسف، لكن برضو انا هجتهد واشوف بيركب ازاي. في يوم اتنين شوف شوف عامل ازاي، شوف الدراع قد ايه، حاجه يعني محترمه، حاجه ضخمه جدا. وده الارم اللي بيميل، اللي بيركب عليه الهيد. بصوا بقى في ميزه هنا، شايفين شايفين الحته المشطوفه دي؟ عشان لما تربط الهيد ما يلفش، الهيد ما يلفش لو في هواء. شايفين عامل ازاي؟ مش كلها دايره، شايفينها؟ طيب هو ممكن يستخدم كده، الهيد اللي فوق خشنه برضو، وتيجي تبص دي الماسوره ودي ماسوره، بيطول زي ما انت عايز. طيب عشان نركب بقى الجزء ده، ده يدخل هنا بالظبط كده ويتقفل عليه، وبعدين دي اعتقد ان هي احتياطي، يعني هي ما هياش اساسيه لان انا مش شايف لها مكان، فانا هشيلها دلوقتي لغايه لما اشوف، لان انا برضو في المحل وانا بشتري لقيت راكبه واحده مش اتنين، ف يمكن جاي احتياطي معاها. اوكي نجيب بقى ده، برضه اوريكم ان ده من الناحيتين، ناحية يركب فيها هيد وممكن الناحية التانية كمان يركب فيها هيد. فدي هتدخل من هنا كده ويتقفل عليها من هنا. شايفين بالشكل ده؟ خليني ألم بس الحاجات دي وارجع لكم تاني. طيب تعالوا بقى نشوف نركب عليه الهيد ونشوف هنتعامل معاه ازاي. نربط ده زي ما انتم ملاحظين في رجل اطول من الاثنين التانيين، دايما جزء الرجل الطويله دي تبقى هي اللي فوقها الهيد. طيب وده طبعا الستاند مش محتاج تقل زي التاني، مش محتاج لا كيس رمل ولا تقل يركب ورا الهيد. Thank you.
تعالوا كده نطلع دي. شايفين؟ مش محتاج تقل من ورا. ثابت. شوفوا بعد الأوكتا عن العمود قد ايه. تعالوا بقى نرفع ده لفوق. يعني بصوا ده ولسه ده، لو فتحته هطلع بيه كمان. فانا ده واحد بس، انا كده خلاص هلمس السقف، فانا مش محتاج اكتر من كده. ولسه كام ولسه كمان مسافة قد دي كمان كمان مرة. شايفين؟ شايفين؟ لسه ممكن اطلع كمان. يعني انا ممكن اطلع كمان. عندي دلوقتي بيني وبين السقف، يعني بين الهيد وبين السقف مثلا 20 سنتي. لان احنا في بيت. لكن لو في استوديو، عندي مثلا في الاستوديو اقدر اطلع. او الدور، يا سلام. كمان تقدر تطلع دبل المسافة اللي طلعت دي كمان مرة. تعال بقى نجيبه ده كده. شايفين قد ايه بعد بين الاوكتا وبين العمود؟ شايفين انا واقف تماما. طبعا ما ينفعش اصور بالوضع ده، لازم اطلع شوية كمان. لازم اطلع شوية كمان. في حل تاني لو انا جوه بيت وعايز استعمل ده وعايز اصور حد واقف. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. هننزل ده. وهنقلب ده لفوق. شايفين؟ لفوق. كده. ونطلعه لفوق. بس هنا قلت المسافة ما بين الهيد والعمود، قرب، لكن خلاص كده. شايفين؟ شايفين بعد الأوكتا عني؟ كده أقدر أخد بورتريه جوه المكان، جوه البيت، من غير أي مشاكل. مش هتواجهني مشكلة ارتفاع. اقدر اصور اي حاجة بقى كده. وده الستاند ده هستعمله في تصوير برودكت في الفيديو الجاي لمجموعة شوزات على خلفية بيضة. فهستعمل الستاند ده في الفيديو. ان شاء الله هتشوفوه في الفيديو الجاي. يا جماعة اللي ما اشتراش بجد يعني ستاند وعايز ستاند، فكر قبل ما تشتري. مش هقول لك هو ده، بس فكر قبل ما تشتري. شفتوا الاثنين الستاندين، الافضل ستاندين موجودين، ده واللي انا عرضته في اول الفيديو. ففكر يمكن ده يكون مناسب ليك. انا بصراحه ده ناسبني واشتريته في التخفيض. يعني هو كان عليه الصراحه تخفيض. بصراحة توب. موجود في أي موقع، في المواقع الأونلاين كلها بتبيعه. اكتب بس في جوجل جودوكس سي ستاند ويذ أرم 270 سي اس، هيطلع لك، وهيطلع لك الأسعار وهيطلع لك كل حاجة. طبعا الأسعار بتختلف من بلد لبلد على حسب بقى الجمارك، على حسب إيه، مش عارف. فشوفوه وراجعوه. أنا بالنسبة لي هو ده التوب، ده الهاي إند. يعني مش هحتاج أي ستاند تاني بيعمل الخاصية دي غير هو ده السي ستاند، اللي هو ده، مش أي حاجة تانية. أي استفسارات ارجعوا لي على طول على اليوتيوب أو انستجرام أو تويتر أو فيسبوك. كل الحسابات هتلاقوها في صندوق الوصف تحت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.